بتواجهنا مشكلة لما يكون الفحص السنوي والماموغرام متعطل. يعني الحتة دي بتأثر شديد علينا في إنه الواحد بيكون نفسياته شوية تعبانة، على عايز يطمن على نفسي أنا عندي شنو الحاجة دي اللي حتظهر لي في السيد الثاني كده. دي الحاجة كان بتأرغ الواحد تقريبا خارج الخدمة بسبب كثير من الإشكاليات الدبلوماسية مثلا. تواجهنا مشاكل في إدخال التقنيات الجديدة للعلاج، وأيضا في تشغيل الأجهزة المتعطلة، لأنه معظم هذه التقنيات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة. أنا بفتكر المريض هو متضرر الأساسي من عملية الحظر الاقتصادي والدبلوماسي على السودان.